حياكم الله مشاهدينا، صباح لكم بالخير وين ما كنتوا. مع هذه الأجواء المشمسة، الأجواء الجميلة، رحب فيكم وفي حلقة جديدة من الضحى العود. طبعا أجواءنا اليوم راح تكون جدا جميلة، أجواء مشمسة، العظمى تصل إلى 21 درجة مئوية، الصغرى قد تصل إلى 10 درجات، أجواء جدا رائعة. فمع هذه الأجواء إن شاء الله تكون حلقتنا اليوم أيضا جدا رائعة. اليوم بلش دوام الإداريين والمدرسين، عودة مرة أخرى إلى عالم الدراسة، ومن الأسبوع القادم إن شاء الله جميع المراحل الدراسية راح ترجع مرة ثانية، فكل التوفيق للجميع في الفصل الدراسي الثاني. في بداية حلقتنا دائما نحب ناخذكم في جولة نتعرف من خلالها على أبرز المنشطات في صحافتنا المحلية، ونرجع لكم مرة أخرى. تنطلق جولتنا الصحفية من الأنباء، فقد أنهى الفريق الأول لكرة القدم في كادما جميع الأمور المتعلقة بشأن انضمام لاعب وسط العربي فهد الحشاشة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث قامت إدارة الفريق بتسجيل اسم اللاعب في كشوفات كادما باتحاد الكرة، وبالتالي بات الحشاش متاحا للمدرب الروماني فلورين ماتروكا في مواجهة الكويت الجمعة المقبل بالجولة 14 من دوري فيفا. السياسة: العميد يستهدف الأردني الدردور لتدعيم هجومه. قطع نادي الكويت شوطا طويلا من التفاوض لحسم صفقة ضم المهاجم الأردني حمزة الدردورة، والذي توصل لاتفاق نهائي لفسخ عقده مع الفيصلي السعودي في 48 ساعة الماضية، ليكون المرشح الأول لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجم العميد البرازيلي كارلوس فينيسوس. وعلمت السياسة أن العميد فتح خط اتصال مع اللاعب الأردني في الأسبوع الماضي عن طريق مدير أعماله، وتوصل معه لاتفاق نهائي لتوقيع عقد لمدة موسم ونصف الموسم، حيث سيتكفل الكويت بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه الفيصلي. الجريدة: طائرة القادسية على المحك أمام الكويت والجهراء والشباب للهروب. وبيّنت الجريدة أن فريق القادسية يتطلع للمحافظة على آمله قائمة في المنافسة على لقب الدوري الممتاز لكرة الطائرة عندما يواجه الكويت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدوري الثاني للبطولة، ويسبقه في 5:30 مساء مباراة أخرى تجمع بين الشباب والجهراء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للمسابقة. وتحمل المباراتان أهمية خاصة، إذ يتحتم على القادسية الظفر بنقطتي لقاء لمواصلة المنافسة على اللقب، لأن الخسارة ربما تمنح البرتقالي فرصة ذهبية لحسم اللقب. وينطبق نفس الشيء على المباراة الثانية التي ستحدد نتيجتها موقف فرق المؤخرة، فالفوز سيمنح صاحبه فرصة كبيرة في البقاء في الدوري الممتاز. الرأي: الأصفر في اختبار سلة الساحل. وأشارت الرأي إلى أن القادسية يخوض اختبارا صعبا في مواجهة الساحل في 7:00 اليوم ضمن الجولة الثالثة من القسم الثاني لدوري كرة السلة، فيما يستضيف الكويت المتصدر التضامن صاحب المركز العاشر في 5:00 في مباراة سهلة للأول. وعلى صالة عبد العزيز الخطيب يلتقي العربي الوسيط مع ضيفه النصر صاحب المركز السادس في 5:00، فيما يلعب الشباب مع اليرموك في 7:00 في مباراة متكافئة لفك ارتباط النقاط بينهما. حياكم الله. بعد ما شفنا أبرز العناوين في صحفتنا المحلية، نرجع لكم مرة أخرى ونقدر نقول أن دوري السلة، دوري كرة السلة، ازداد إثارة واللي شهد بعض الأحداث المؤسفة فضلا عن تغير المراكز. اليوم راح نستضيف الكابتن فهد الرجيبة، نجم الرميات الثلاثية سابقا ابن السفير الكظماوي وأيضا مساعد مدرب بنادي الكويت لقطاع الناشئين، راح نسلط الضوء معه على مباريات هذا الموسم ورؤيته للمواجهات المقبلة. حياك الله في البداية وصبحك الله بالخير كابتن. صبحك الله بالنور دشتي، وشرفني حضوري اليوم في برنامج
ضحى العود. زيدنا شرف حبيبي. الله يسلمك. إن شاء الله أكون خفيف عليكم إن شاء الله اليوم. حياك الله يا كابتن. بداية خلنا نبلش مع مباراة العربي واليرموك اللي اكتسح فيها العربي منافسة رغم تفوق اليرموك في البداية. أول شيء كوارتر الأول وكوارتر الثاني كانت كلوز جيم، اللي هي الكوارتر الثاني خلصت بنتيجة 30-30. طبعا العربي عنده عناصر خبرة داخل الملعب في هذا الموسم، في هذا الموسم مع الإعارات اللي الانتقالات اللي صارت، الانتقالات من نادي اليرموك ونادي القادسية وخذوا من الجهرة. صحيح. فهني نقدر نقول الكوارتر الثالث والرابع هني لعبة مدربين، تصير لعبة مدربين. تفوق نادي العربي لأن اليرموك عندهم ناشئين صغار ما يقدرون يفوزون بالمباراة أو يتفوقون بحكم صغر سنهم. يعني عنصر الخبرة مفقود. عنصر الخبرة مفقود. وثاني شيء إن اليرموك ما عنده بنش، يعني احتياط عنده بس ما عنده الاحتياط القوي اللي يبدل فيه اللاعبين الفيرست فايف اللي هم الخمسة اللي موجودين. العربي عكس ذلك، اللي هو عنده يعني عناصر وايد قوية وعنده بش قوي منهم. طبعا انت تعرف لعبة السلة هم 12 لاعب، صحيح، سبعة على البنش وخمسة داخل الملعب. من السبعة هذا الموجودين في نادي العربي ما شاء الله يقدرون يجارون بالمباريات. يعني البنش جدا مهم، جدا مهم، وايد مهم. ولاعب ممكن يغير لك مجرى بالضبط، لان انت تشوف لعبه السله ترى ما فيها بريك الا التايم اوت يقدر ياخذ المدرب اللي هو دقيقتين، فكله رن، يعني كله ركض، وما في دفاع وهجوم، الكل يهجم والكل يدافع. طيب شلون تشوف النادي العربي في هذا الموسم؟ ذكرت كابتن فهد بان في انتقالات، وانتقالات هذه زادت من يعني قوة النادي العربي في هذا الموسم، لكن شلون تشوف وين قوته تكمن بالتحديد؟ نادي العربي يمكن بالموسم اللي طاف واللي قبله ما كان يشتغل، أو الإدارة نفسها ما كانت مركزة على كرة السلة، يمكن كانت مركزة على الطائرة من كثر ما أتابع والقدم. بس الحين ركزت وايد على السلة، لأن في عندهم لاعبين بالسابق بس ما قاعد يوظفونهم عدل، فدعموهم في لاعبين من الأندية اللي هو كابتن عبد الله الصراف وأحمد الفضلي وعاد وعلي من اليرموك وفهاد السبيعي. بس أنا أعتقد ناقصهم التجانس داخل الملعب، هذا اللي سبب البداية السيئة أو غير جيدة في البداية. ما في تجانس، لأن ما بلشوا التمرين يمكن قبل الدوري بشهر، ما في معسكرات فما يكفي. فهذا شوي يمكن فيه مشكلة. بس يمكن القسم الثاني، أنا أعتقد القسم الأول فيه مشاكل، بس القسم الثاني أنا أعتقد راح يتطور، لأن خلاص اللياقة بدأت تزيد، بدأ اللاعب يركز مع المدرب. هني القسم الثاني راح تشوف فعاليات أكثر وأحسن، راح يبدأ ينافس إن شاء الله. حلو. انا هذا اعتقادي يعني الشخصي. حلو، خلينا نروح حق لقاء القادسيه والصليبيخات. بصراحه شنو سبب تعمد الصليبيخات بانه دائما يعني نشوفه يقصي لاعبينه بالاخطاء الشخصيه الخمسه مع الفرق الكبيره بالتحديد؟ اول شيء انا ما يعني كوني كلاعب، ويمكن مريت بهالتجربه هذه، ما فيها يعني فريق كبير وفريق صغير. اعتقد سبب رئيسي في هذه المشكلة اللي هي جزء اللي هو الجزء الاحترافي توقف من الهيئة. حلو. هذا سبب جزء كبير ان اللاعب ما له خلقية التمرين. زين، التمرين شيء، وقت المباراة شيء ثاني. إيه، لأن ما موجود الحين بصليبخات المدرب الحالي على قولتهم، يعني سوري يعني، بس التجاري اللي موجود هذا اللي سبب. ثاني شيء انه ما في بنش عنده، ما عنده بنش، مجرد الخمسة، مجرد يقول لك انا حتى تمرين يمكن ما يتمرن، على المباريات من البيت على المباريات على طول. فهذا هو اللي يقول لك انا ايش حق انا اركض والعب واتمرن وما في دعم مادي. فاي خلص المباراة البس فاولات ونطلع نخلص المباراة من اول كوارتر وثاني كوارتر، ولا نكمل وتصير مشكله ولا تصير شيء ولا هذا. وان عشان
لا يوقفون نادي صليبي خادم اذا ما شارك او صح. عشان لا يشيلون كره السله. طيب هذا الدعم مو بس على نادي صليبي خادم، على الانديه كلها. طبعا الانديه كلها يعني بس قاعد نشوف هذه المشكله بس في نادي صليبي خادم، ما شفناها مثلا في الانديه الاخرى. لا كذلك في نادي التضامن. التضامن ايضا. التضامن ايضا. يعني صليبي خادم التضامن صحيح. ايه. لانه ما عنده لاعبين اعتقد قبل صليبي خادم بالضبط بلش في بلش بهالسالفه هذه، لانه ما عنده لاعبين. في كانوا لاعبين موجودين بنادي التضامن وانتقلوا الى انديه اخرى، فصعدهم من تحت 20 اذا ما خاب ظني تحت 20 صعدهم الدرجه الاولى، على قولتهم انها كأنها الدوري هذا تجهيز حق السنه الجايه. طيب عيل اذا كذي نظام الدوري كابتن، يعني احنا شفت في فرق ما قاعده تنافس ولا قاعد حتى تلعب المباريات، اخطاء خمسه ويخرج، فتفضل انه يكون درجتين. والله المفروض هو المفروض درجتين، اول العام كان درجتين صح، وكان منافسه وايد حلوه، يعني ست فرق الاول في ست فرق الثانيه، ففي لهم دوري هنا وهني لهم دوري، حتى يوم كان اذكر بعد اليرموك خذ الدوري اللي هو قسم الثاني اي اللي هو الدرجه الثانيه الثانيه الثاني، فاخذ الدوري، فكانت في منافسات حلوه. طبعا اذا كانت بالسته اللي فوق خسر اذكر العربي ونزل درجه ثانيه، طبعا من نزل العربي درجه ثانيه انت عارف نادي كبير وكذا ينزل، فشالوا الموضوع هذا خلوه ثلاث اقسام من اللي يجمع نقاط اكثر. بس تشوفه يعني مو من صالح اللعبه من وجهه نظرك، هل هو من صالح اللعبه ثلاث اقسام ومن يجمع نقاط لا اكثر؟ لا مو من صالح اللعبه، هذا محسومه. محسومه مع المشاكل مالت القادسيه اللي صارت وتوقف ثلاث لاعبين اساسيين داخل الملعب، وصعدوا من الناشئين اللي هم تحت 20 صعدوا ثلاثه منهم وثلاثه موجودين، وغير اللي طبعا الاضافات هذه راح تاثر على نادي القادسيه اكيد في المباريات القادمه. تاثر عندك الساحل ما شاء الله يعني قاعد يلعب وقاعد عنده ناشئين وايد زينين. حلو بكذي نقدر نقول عيل حظوظ الاصفر في نيل اللقب، بالبدايه الكل كان يرشح القادسيه والكويت، التنافس كان كبير، كاظمه ايضا بعد الاحداث اللي صارت بعد التوقيف، توقيف ثلاث لاعبين مهمين واساسيين في نادي القادسيه حظوظه في نيل اللقب اعتقد قلت وايد قلت. بس انت انا حاجيك عن ثلاث اقسام ممكن، لان هم وقفوا ثلاث اربع مباريات وفي لاعب واحد ست مباريات. حلو. فالمباريات كلها القادمه من القسم الثاني كلها مباريات عاديه حق القادسيه، اللي هي صليبي خادم التضامن، انت نفس ما ذكرت بالبدايه انه يعني قاعد يعطون المباراه حق القادسيه. حق بالضبط. اللي مو القادسيه حق هذا هو القسم الثاني راح يكون اخر ثلاث مباريات اللي هي ضد الجهره وضد كاظمه وضد الكويت. هذه هنا اتوقع انه يعني يكون خالص عقوباته فيرد كامل الفريق. فما راح تاثر فيه. ما راح تاثر وايد. اي بس انا اعتقد الاتحاد يوم وقف اللاعبين القادسيه هذه باللائحه موجود. القادسيه مع احترامي لهم وهذول ربعي ولاعبين بس، ولكن انا اتكلم بالقانون انه سووا العام مشكله. اذا السنه الجايه سووا نفس المشكله ينشط بشط نهائي. موجود باللائحه موجود بالاتحاد. موجوده اللائحه بالاتحاد. حلو. بس اللي حصل؟ اللي حصل انه طلع القرار اربع هم نفس اللاعبين كانوا مسويين مشكله العام؟ مو نفس اللاعبين، في جزء بس اللاعبين اللي توقفوا العام كتب فيهم غلط انه اذا سووا مشكله ثانيه ينشطب يا شط نهائي او شط موسم. اللائحه ما طبقت. ما طبقت. طيب ما كان في احتجاج من قبل نادي الكويت على في احتجاج وفي اوراق ومستندات هذه راح تتقدم ان شاء الله بعدين. وراح يشوفون الناس في تطور الاحداث ما وقفت عند هذا ما وقفوا اي ما وقفوا. طيب خلينا ننتقل الى مباراه اخرى، مباراه الجهره والساحل اللي ايضا شهدت اثاره كبيره لنهايه المباراه اللي كان في فوز صعب لابناء الجهره. طبعا المباراه كانت وايد حلوه وخلصت على ما اعتقد 63-61 لصالح الجهره. الجهره مع ذلك
ناقص. عندك عزيز ضاري ما شاء الله من الناس اللي لاعب مؤثر، لاعب وايد جدا مؤثر، ومن الناس اللي أنا وايد أحترمهم وأقدرهم، ولكن الجهرة ما يوقف على لاعب واحد. الجهرة ما شاء الله عليه، يعني أنا من الناس اللي كنت ألعب ودي أروح ألعب لو موسم واحد ويا الجهرة. ليش؟ لأنه يلعب بروح، ما يهم يعني ما يفكر بالخسارة أو بالفوز كثر ما يفكر إنه يذبح نفسه داخل الملعب. فهذا يعني شوي يعطيهم حافز إنه يفوزون بالمباراة. حلو. يمكن أيضا قاعد نلاحظ أن في صراع كبير في الترتيب ما بين أول ستة، المراكز الستة الأولى قاعد يصير في صراع، في تغيير في المراكز. هذا ندل يدل على شنو؟ لأن أنت عندك بس ستة اللي ما ينافس. لا مو بو ستة بس، لأن نفس ما قلت لك الجدول هم ثلاث أقسام. صح. ما في منافسات الفرق الثانية اللي هي تصير كلوز جيم، يمكن بس الساحل والجهرة اللي صارت كلوز جيم. الفرق الباقي نفس ما ذكرت صليبخات والتضامن، لما أنا أعطي المباراة هذه حق الغاتسية، غاتسية يرتفع، تالي المباراة الجاية تصير مثلا التضامن والكويت، أعطي الكويت. فتصير هنا هذا يصير المنافسة، هذا يصير اللعب. مو منافسات قوية يعني، مو منافسات من فوز وخسارة. بالضبط. في بعض الأحيان تكون مو منقول المباريات فالناس ما تشوف، هذا يقولوا ما وراء الكواليس. حلو. كونك لاعب ولد السفير الكظماوي، بداية نادي كارما في بداية الموسم كانت بداية جدا ممتازة، فاز على العربي بداية يعني كانت نتائج جميلة، لكن بعدين صار في تذبذب في المستوى في النتيجة والأداء. شنو الأسباب؟ أنا واحد من الناس صراحة يعني دق علي خالد نايم اللي هو مدير اللعبة، كان مدرب الأمريكي هذا من قبل 10 سنين كان عندنا. حلو. كان مدربني، فدق علي قال لي إيش رأيك فيه وكذا. قلت له بالعكس، يعني لما تيبه وايد راح يعدل ويصلح. وفعلا أول ما جاء وشافوا الناس النتائج والعالم كلها قامت تركز على كاظمة، لأن كاظمة كان صار وايد زين. بس كان في لاعب حسين الموسوي، هو بحريني بس بحرين. والدته كويتية، يعني يعتبر كويتي ومحلي ومناشئين كاظمة. طلع موسمين راح نادي المحرق كمحترف من قوة اللاعب، فرد من بعد الموسمين رد الكويت عشان بيلعب بكاظمة. كتبوا كتاب نادي كاظمة حق الاتحاد السلة حق الأخ عبد الله كندري، قال أبد خلاص، تمت الموافقة وعطاهم الكرنية. طيب أنت تعطيني الكرنية، هل أنا الكرنية أخذها وحطها بمخباتي ولا أنه خلاص من مجرد ما تعطيني الكرنية هذه غلطتك أنت، ما راح أعلقها في البيت. بالضبط. راح أستخدمها بالملعب. إيه هذه مو غلطة النادي، دام أنك أنت أعطيتني الكرنية خلاص أنا أروح ألعب. من لعب على طول رفعوا احتجاج نادي النصر، اعتقدي نادي النصر رفع احتجاج، فصار 20-0 حق النصر لصالح النصر يعني. فرفعوا احتجاج وكلموا عبد الله الكنديري، قال هذه اخطاء لانه لازم يقعد موسم كامل بعدين يلعب. طيب احنا ما قدمنا لك كتاب، ليش ما قلت لي هذه النقطه؟ فنعم، ليش ما قلت هذه النقطه من البدايه؟ هذه النقطه من البدايه، ليش طلعت الكرني؟ فهني هني هني المشكله. فصار تذبذب في اللاعبين ان حسين الموسوي مو موجود وكذا، وصار فوكس يعني اكثر شيء على هالموضوع هذا، يعني خاصه الانديه بس هاللاعب. لا عندك احمد البلوشي وعندك كذا، بس انه في اصابات نادي كاظمة، ما هي قله تمرين ما شاء الله. نادي كاظمة يعني من الناس اللي يبلش مبكر قبل الموسم 3 شهور يبلش. لو اللي عارف ان اداره نادي كاظمة مهتمه في لعبه كره السله، لان اداره كاظمة اكثرها لاعبين سله من رئيسهم الى اميسرهم، عشان كذي يعني فنشوف فيه اهتمام كبير في هذه اللعبه. بالضبط. تتوقع راح يرجع مره ثانيه للمنافسه نادي كاظمة؟ والله ان شاء الله يرجع، بس لان انا اللي سمعته وعرفت ان حسن موسوي راح يخلص الموسم بشهر 3، موسم كامل يظل انه مو لاعب، فشهر 3 راح يدش، راح يرد يلعب الموسوي. فراح يدش على قسم اعتقد نهايه الثاني. فمنافسات راح تصير حلوه في الغاء القسم الثالث ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى بالعكس، يعني هذا التنافس وهذا
يعني تبديل المراكز، هذا من صالح اللعبة، من صالح اللاعبين، من صالح الجمهور اللي يستمتع يشوف في يوم كل واحد بمركز. لكن ذكرت نقطة وايد مهمة، إن من كثر ما اللاعب قوي راح صار محترف. في السابق كان في محترفين مع كل فريق، في محترف. السنة هذه ما في محترفين. شو رأيك أنت، هل مع وجود محترف ولا تشوف إنه ما له داعي محترف؟ اللاعبين الكويتيين مكفي الموقف. محترف وايد وايد مهم موجود وجوده داخل الملعب. طبعا مو محترف واحد، هم محترفين اثنين يكونون موجودين، واحد بالبنش واحد بالملعب وهو يتبدل. الفترة الأخيرة يوم كان فيه احتراف كان فيه تطور وايد في كرة السلة. اعتقد حتى يوم يول محترفين بعدها يمكن 3-4 سنين نافسنا على الأول والثاني في بطولة الخليج منتخب، خذينا مركز الثاني. يعني أثر حتى على أداء المنتخب. أثر حتى نعم إيه أثر على المنتخب. بس هي أنا أعتقد هي مصالح شخصية، لأن يقول لك نادي الكويت هو يجيب أفضل المنتخب. أفضل مبالغ خيالية، ما عنده مشكلة يدعم الفريق. الأندية الثانية يقول لك الله ما عندنا الدعم هذا، إحنا نجيب هالفرق هذا. طيب أنت عندك صندوق اللاعبي، يوم كان الاحتراف الجزئي صح، الـ100 دينار اللي تنشال، الـ100 دينار اللي تنشال تنحط بالصندوق من كل الفرق، من القدم، من السلة، من اليد، ما تقدر تجيب فيها احتراف. إيش معنى تجيب أحسن محترفين حق القدم؟ أنت قاعد تطور القدم، احترامي لهم، ليش ما تطور السلة؟ أقول لك هذه اللعبة الشعبية الأولى، هذه اللي الناس قاعد تتابعها. ما بالسابق كانت شعبية الأولى، استل للحين القدم كانت يتليها السلة، الحين لا، الناس قاعد تطالع القدم ويتليها اليد. اليد انا بوجهه نظري لو انا موجود بالاتحاد، انا انافس الاتحادات على هالموضوع هذا، احاول اني انافسهم. طبعا منافسه شريفه ان انا شلون اطور اللعبه. اجيبك انت يا عبد الله دشتي، تعال بالملعب، يجيب تلفزيون، يجيب كذا، يجيب اعلام، اسوي كتب، اشتغل على هالموضوع هذا. ليش؟ عشان الناس تمدح. كل هذا تطور عشان المنتخب، حق المنتخب بالضبط. طيب نتكلم عن الفرق بشكل عام كابتن فهد، منو من الفرق اللي نال اعجابك وشفت انه تطور من وجهة نظرك؟ الحقيقة عندك نادي اليرموك، الساحل، حتى اليوم ان شاء الله بعد تشوفها في منافسة شريفة اذا كانت موغولة المباراة. الجهرة انا إذا ردت يعني تكمل الصفوف، إذا كملت الصفوف راح تشوف منافسات وايد وايد حلوة، وإن شاء الله كاظمة يكون الأحسن مع ردة حسين الموسوي. عندك الشباب وايد وايد في فرق، يعني كانوا هذول أكثرهم من ناشئين الكويت، بس إنه ما لهم حظ ونصيب إنه يصعدون درجة أولى، لأن على قولتهم ذبحة صح في نادي الكويت، لأن عندهم ناشئين ما شاء الله ذو خبرة وذو اللاعبين، يعني يطلعون معسكرات. عندك نادي الكويت قاعد يشتغل، ويا ريتنا الاتحاد انه يشتغل على هالموضوع، اللي هو كل سنة بالصيف يودي من قطاع الناشئين ليل درجة أولى أحسن لاعب من كل فريق، يودي معسكر من 40 إلى 45 يوم. وين؟ معسكر خارجي في صربيا. وين؟ في صربيا. حلو. يشتغلون مع مدربين اوروبيين، مع لاعبين اوروبيين، لاعبين امريكان، مع نادي يدخل يعني كمعسكر. معسكر ايه، تجهيز حق الدوري السنه المقبله. حلو. فيا ريت ان مو بس الاتحاد، حتى الانديه الثانيه تشتغل على هالموضوع. انا واحد من الناس، انا كنت مدرب العام، كنت وياهم، كنت ويا اللاعبين، ما يودي بس اللاعب عشان يطور، يودي حتى المدرب. أنا قعدت 45 يوم هنا، قعدت مع مدربين أوروبيين. شلون كانت التجربة كابتن؟ والله لما رديت هني الصراحة، يعني بالأمانة، يوم رديت هني ضاق خلقي، ما ودي يعني ما ودي إني أنا مو ما أشتغل، ودي أشتغل طبعاً في ظل نادي الكويت الصراحة اللي مصرح لك كل شيء، شنو أنت تبي؟ معادل لك الكفة. لو تقول لي انت تعال روح اشتغل نادي ثاني، فاقول لك لا اسمح لي، روح اقعد ببيت احسن لي. طيب قبل لا اختم وياك كابتن فهد، بس يعني
لمحة سريعة على مواجهة اليوم القادسية والساحل، توقعاتك؟ القادسية والساحل راح تكون وايد مشاركة حلوة، راح تصير كلوز جيم بحكم أن القادسية موقف 3 لاعبين ومصعد لاعبين من تحت 20، فمنافسة راح تصير حلوة. حلو. الشباب واليرموك؟ شباب اليرموك هم منافسة راح تصير حلوة لأن ناشئينهم وايد زينين فمعدلين الكفة. المباراة الأخيرة اللي هو الوصيف، النادي العربي مع صاحب المركز السادس وهو نادي النصر. نادي النصر هم منافسة وايد حلوة وايد شريفة راح تكون إن شاء الله، وراح أحضرها إن شاء الله. راح تحضر العربي والنصر يعني أكيد. مباريات اليوم نارية. نارية إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لجميع الفرق في مبارياتهم لهذا اليوم، وكل الشكر لوجودك معنا كابتن. أشكركم وإن شاء الله كنت ضيف خفيف عليكم إن شاء الله، والقادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله حياك الله وموفق في يعني نشوفك إن شاء الله مدرب في المرحلة في الدرجة الأولى وفي المنتخب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أتمنى ذلك. أتمنى إن شاء الله ذلك. أكيد مستمرين وياكم في فقراتنا، راح ننتقل إلى فقرة التمارين الرياضية مع الكابتن سبعان السبعان وراح نرجع لكم مرة أخرى. صباحكم الله بالخير مشاهدينا في برنامج الضحى العود في فقرتكم الرياضية. بما أن الأجواء اليوم جميلة تساعدك أنك تأدي الرياضة، راح أقدم لكم تمرين اليوم عبارة عن تمرين واحد حق منطقة واحدة بالجسم اللي هي عضلة التراي أو عضلة الخلفية حق الإيد. طبعا المنطقة هذه من أصعب المناطق أنك تحرق فيها الدهون. صحيح أن الرياضات المشي أو السباحة أو أكثر من رياضة ممكن أنها تحرق لك الدهون، ولكن في بعض المناطق بالجسم صعبة أنك تحرق الدهون موجودة على المناطق هذه. واليوم راح أتكلم على اللي هي منطقة الخلفية حق الإيد نفسها أو عضلة التراي. طبعا بتمارين الشد أو بتمارين المقاومة أو بتمارين الحديد يساعدك أنه يحرق لك الدهون بأنه يشد لك العضلة، وتمارين التكرار أيضا تساعدك أنها تحرق لك الدهون المتراكمة على المنطقة هذه. فاليوم راح يكون معاي جهاز الدامبلز الموجود أمامكم. طبعا تمرين الجهاز هذا راح أبلش فيه بالتمرين الأول وعبارة عن 3 كيلو. راح أثبت إيدي خلف رأسي، حاول أنك تنزل إيدك بالكامل. طبعا الإيد ما تكون إلى الأمام، لا تكون بجانب الجسم، ترفع إيدك بالطريقة هذه إلى الأعلى، من بعدها تنزل. شوف طبعا الإيد تكون ثابتة، ثبت إيدك على الصدر أو على الكتف على أساس أنه يكون التمرين أسهل. أفتح إيدي إلى الأعلى بالكامل، من بعدها أنزل. طبعاً راح يساعدني بالتمرين هذا أنه يشد لي اللي هي المنطقة الخلفية حق الإيد أو العضلة الخلفية حق الإيد اللي تعرف بعضلة التراي. هذا التمرين الأول. راح أخذ الإيد الثانية أثبتها خلف الرأس، أرفع إيدي بالكامل، من بعدها أنزل. شوف لاحظ معاي طبعا ما يب إيدي إلى الأمام أو إلى الخلف، لا أخليها على مستوى الجسم، أرفع إيدي بالكامل، من بعدها أنزل. طبعا هذا التمرين الاول. اما التمرين الثاني اثبت ايضا ايدي على مستوى جسمي، تفتح الايد بالكامل، من بعدها انزل، او انك تحط ايدك تحت ايدك الثانيه، من بعدها تفرد ايدك بالكامل، تضم ايدك على جسمك. لاحظ معي طبعا الجهه هذه راح تتحرك اكثر شيء. طبعا بالتمرين هذا اكون انا مركز على المنطقه الخلفيه حق التراي او العضله الخلفيه حق الايد. اخذ لك الايد الثانيه ايضا. شوف لاحظ معاي اثبت ايدي، من بعدها اسكرها بالكامل. طبعا بالنسبه حق التمرين هذا حاول انك تكرره اكثر فاكثر على اساس انه يحرق لك الدهون المتراكمه على العضله الخلفيه حق الايد. وهذا كان تمريننا حق اليوم، أتمنى أن الجميع استفاد منه. ونذكر الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في حديقة العدالية على استضافتهم الجميلة لنا.
حياكم الله مشاهدينا، عودة لكم مرة أخرى. كل شكر لكابتن سبعان سبعان على هذه التمارين الرياضية. طبعا بداية خلونا نرحب بضيفنا في الاستوديو، طبعا فريق سكاي دايف الكويت اللي حلقوا في أماكن جدا عالية، أماكن غريبة. راح يكون معنا الكابتن خالد العجمي، راح نصبح عليك بالخير كابتن خالد، حياك الله في الضحى العود. يا هلا، حياك الله وشكرا جدا على الاستضافة الطيبة. حياك الله. عندنا سوالف وايد معك ومع العدة اللي موجودة معك أكيد، لكن راح ننتقل إلى اس ان جي مع زميلنا رائد الشمري. رائد صباح الخير. صبح عليك بالخير زميلي عبد الله دشتي، وصبح على السادة المشاهدين. أجواء شيقة صراحة لي في حلبة جابر الأحمد الدولية اللي من خلالها يعني نشوف البروكارت، حديث شيق على البروكارت دائما في كل مكان، يعني من خلال يمكن اللي يسافرون واللي يروحون برا، يعني على سبيل المثال مملكة البحرين أو الإمارات في أبو ظبي، يعني تبحث عن البروكارت أو الكارتينج على قولتهم. أجواء ممتعة مميزة يعني من خلال هاللعبة وهالرياضة، يعني مو شرط أنك تكون بروفيشنال أو أنك متخصص في هذه اللعبة، لكن أيضا هناك يمكن احتياطات واشتراطات حاضرة دائما بالنسبة للكارتينج. للتعرف أكثر على هذه اللعبة وللتعرف أكثر أيضا على المجهود الكويتي الحاضر من قبل الشباب أمانة دائما بإنجاح مثل هذه البطولات وأيضا تنظيم البطولات الممتعة واليعني بيئة جاذبة لكل عشاق لهذه السيارات، ويانا محمد اللي هو شاب كويتي ما شاء الله مجتهد أمانة، وفي عنده فكرة راح نعرفها وياه اللي هو الله يعطيك الصحة العافية وصبح عليك بالخير. صبح عليك بالنور حبيبي، الله يسلمك. اللي هو يمكن نتكلم عن حلبة البروكارت في حلبة جابر الأحمد الدولية اللي من خلالها يمكن نشاط دائما حاضر فعال، فكرة حاضرة من عندكم يعني توضح المشاهدين فكرتكم. اي نعم، الفكرة الأساسية أن نكون مكان يجمع الشباب، يعطيهم التحدي وفرصة الإنجاز. وإحنا بلشنا الموضوع هذا بفكرة أو نشاط أسبوعي اسمه تايم أتاك، يكون كل يوم أربعة من الساعة 6 للساعة 9، يعطي كل الشباب الفرصة أنه يعني يجرب حظه، يشوف يتحدى ربعه، يتحدى اللي جاي بوقت قوي للكل، يعني ما لا هي حق المحترفين ولا حق المبتدئين، للكل. وطريقتها جدا بسيطه، هي مجرد وقت مفتوح، دريشه مفتوحه انك تسجل فيها افضل وقت. وهذه الفعاليه الهدف منها ان نجمع الشباب، نعودهم على جايتهم هني حق البرو كارت، عشان نقدر من خلال الموضوع هذا نقدر احنا نضيف زياده حق الحلبه حقهم هم، نقدر نضيف السباقات. عرفت؟ يمكن الكل له يجتهد امانه بالكارتينج وجذب يعني الرياضيين من خلال الكارتينج. قاعد نشوف يمكن بالحلبه الحين صراحه شيء مميز، خط سير الحلبه وايضا مضمار الحلبه، وايضا هناك يمكن جمله من صراحه مفرينها من خلال جذب لهؤلاء العشاق ومحبين الكارتينج. لكن يا ريت توضح لنا طبيعه مسار الحلبه وايضا الاشتراطات او الامور اللي لازم تكون حاضره. هي دائما يبحثون عن الامان بالنسبه لكل من ياتي كاعمار صغيره او من الصغار او الشباب، يعني شنو الاشتراطات اللي تكون حاضره من خلال كونكم انتم مسؤولين عن الحلبه؟ نعم، برياضه السيارات الشيء اللي ممكن يدهش البعض او الاغلبيه ان تعتبر من اكثر الرياضات امان وسيفتي. ليش؟ انه يعني الناس تشوف انها سريعه وخطره وحوادث سياره، طبعا الحلبات غير، فيها معايير سلامه وايد عاليه من السياره نفسها، من الحلبه نفسها، ومن لبس المتسابق. يعني احنا خلينا نبلش بالحلبه، الشارع نفسه عقب اللفه في مثلا مسافه عشان السياره اذا طلعت عن المسار في تراب، وبعدها تواير. عندك بالسيارة نفسها في حواجز ربل، هذا إذا صار في تصادم بين سيارة ثانية أو مع الحاجز، هم هذا يقلل من الصدمة نفسها ويمنع الحوادث. المسار مخطر شوية وإنه يعني مدروس من خلال يعني الاشتراطات الموضوع. أكيد أكيد، مسار الحلبة مرسوم يعني على مواصفات الـ FIA،
طول الحلبة 1200 متر، عرض الحارة تقريبا 8 أمتار، فهو أكثر من كافي الرياضة هذه. لا وهذه الرياضة صراحة لها جمهور وايد، والكل أقول كل ما ذكرت في البداية يعني الكل يبحث دائما، إذا رحنا البحرين ندور حلبة البحرين نشارك بالكارتينج، إذا رحنا أبو ظبي أيضا ياس هم ندور نشارك بالكارتينج. لكن بالنسبة للكويت ما شاء الله في حراك بالفترة الأخيرة، دوركم يعني شلون تسويقكم بالنسبة للبطولات، شلون يعني تقدرون تجذبون العالم لهالرياضة وتنورون فيها؟ والله شوف يعني أنا أكلمك كوني أنا متسابق حالي حال الشباب الموجودين، قاعد بينهم أسمع سوالفهم، أسمع احتياجاتهم، من احتياجاتهم هذه أحاول أني أسوي شيء يغطي الحاجة هذه. يعني أنا اللي أعرفه أن بالكويت ما في سباقات، ما يصير إحنا نقعد على سباق ولا سباقين طول السنة، فالحاجة هني أن إحنا نبي سباقات أكثر. إذا وفرنا السباقات هذه، استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي بتسويقها، فيعني نقدر نجذبهم. طبعا ربعنا موجودين بعد كل مكان، كل واحد يدق على الثاني، والكويت صغير عرفت، فهذه الطريقه اللي في اقبال على الحلبة. في اقبال طبعا، الجو الحين موسم كارتينج او موسم سيارات يعني ككل، لانه بارد، ففي اقبال بالايام العاديه طبعا مو ممتاز. من خلال مسابقتكم الاخيره رصدت الجوائز يمكن مجزية، شلون؟ من خلال الفكرة الجديدة حطيت الجوائز ما شاء الله. والله الحمد لله، يعني احنا صار لنا بالفكرة هذه مستمرين اليوم رابع اسبوع، ولقت اقبال، لقت ملاحظة من الجمهور، والحمد لله حصلنا سبونسر من 965 الاسبوع الثاني، والاسبوع الثالث حصلنا سبونسر من محطة آدمز، وان شاء الله يعني احنا مستمرين، ويعني دعم السبونسر بالعكس قاعد يشجعنا احنا ان نستمر، قاعد يشجع الشباب ان يجون، لان في مقابل. في معوقات تواجهنا؟ والله في معوقات، لازم كل شيء في معوقات، لكن الواحد اذا يعني اصر على الشيء وجازف له يتحقق دائما. يمكن من خلال الكارتينج صراحه يعني الكل يبحث عن منافسه وجو تنافسي، هل تشترطون انه يكون يعني السائق المقبل يعني يكون يعني على سبيل المثال صاحب خبرة أم من الهواة بشكل طبيعي؟ هو دائما احنا نشوف الهواة، طبعا هذه رياضة الكل، لكن إذا شفنا شخص بينهم متميز احنا راح نحط العين عليه، راح نختبره كذا اختبار، وبعدين احنا عاد نعطيه العرض انه ينضم لنا، وبعدين عاد نجاب له عدل. كارتك يمكن مكلف بصيانته، أيضا أعداد السيارات. الرياضة مكلفة، يعني رياضة سيارات مكلفة، إن كانت رالي، إن كانت دراج، إن كانت أي شيء فيه ماكينة مكلف. عندك تكاليف الصيانة وتكاليف التواير والشحن والحط، هذه خالصين منها. لكن أنا أشوف أن رياضة الكارتينج هي أقل تكلفة وتعطيك نفس المتعة، لأن الكارتينج يعني ندري أنها هي بداية الاحترافية وبداية معظم متسابقين الفورمولا 1، و يعني هي ما توقف مثلا على الفور ستروك، عندك التو ستروك، عندك الاشياء اللي جدا جدا احترافيه، توصل لادق تفاصيل اللي تفرق بينك وبين الاول، او تفرق بين فوزك وبين خسارتك. هذا مستوى الاحترافيه فيها. جميل. له ايضا يمكن اتحدث عن نقطه صراحه، من خلال الكويت شاهدنا اصغر متسابق في بطوله من البطولات مثل الكويت من خلال كارتي. اي نعم، البطل فهد الخالد ما شاء الله، يعني من أبرز الأطفال اللي يعني حصلت لي الفرصة أن أكون جزء من حياته. أنا بلشنا وياه هني من عمره 5 سنين، كان أول سباق له ببروكارت عمره 5 سنين، وما شاء الله يعني إنجاز وراء إنجاز، والولد يعني ما شاء الله على قولتهم ما ينقضب سريع، والحمد لله الحين مشارك بطولة الشرق الأوسط ورافع علم الكويت، ويعطي العافية أبوه محمد الخالد على جهوده ووقفته مع ولده. عساكم على القوة أبو جاسم أمانة، وكل الشكر لكم، وكل الشكر للمنظمين والقائمين في حلبة جابر الأحمد، أكيد التابعة للنادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية.
حلبة البرو كارد صراحة هذه الحلبة الشيقة اللي نتمنى إن شاء الله تشهد بطولات عديدة متنوعة، وأيضا صراحة الكل يستمتع ويحضر بهذه الحلبة. يعني حتى العبود يمكن أنا بعد ما أسكر وأنهي الرسالة راح أجرب هالحلبة وأصور لك صور وأدزهم لك على على تليفونك وخليك تي. وأيضا هي رسالة ودعوة للكل أمانة الاستمتاع بهذه الحلبة الشيقة وبهذه الأجواء المميزة. يمكن الحين الجو يساعد بعد أيضا، يعني كل الشكل المنظمين وكل الشكل محمد الله وأيضا لسالم السوارج المتابع اولا باولا لهذه اللعبه، لعبه البرو كارت او الكارتينج، هذه السيارات الشيقه الممتعه من خلال مسابقاتها وايضا ميدانها ومضمارها. اعود اليك الزميل العزيز عبد الله دشتي. كل الشكر لك اخوي رائد الشمري، والشكر موصول ايضا لضيفك العزيز محمد الله. استمتع بس دير بالك عاد، اول شيء خذ احتياطات الامن والسلامه وشوي شوي خفري لك شوي على البنزين يا رائد. نرجع لكم مرة أخرى ومع بطل من أبطال الكويت اللي حلقوا ما بين الغيوم، رفعوا علم الكويت في أماكن غريبة عجيبة، فريق كسروا جميع حواجز الخوف، ولازم نركز على هذه في البداية من أجل حب المغامرة الإثارة كل هذا وأكثر. عضو فريق سكاي دايف الكويتي خالد العجمي، صبح لك مرة ثانية. يا هلا، صباح النور، حياك الله وشكرا لكم الاستضافة الطيبة هذه. حياك الله. شفنا تول اللي هو الكارت. إيه نعم. الكارتينج صحيح، لكن رياضتنا هذه مختلفة. مختلفة هي رياضة ولا هواية؟ وهي بالأول كانت هواية، بعدين صارت رياضة، صار في تشكلت فيها بطولات عالمية وأولمبية اللي انتشرت بشكل كبير خصوصا في الآونة الأخيرة هذه، خصوصا عندنا يعني كخليج. حلو، شنو هي؟ خلنا نعرفها أكثر، شنو هي السكاي دايف؟ سكاي دايف اللي هو التحليق في السماء، يعني خروجك من الطيارة بس وانت يعني من غير قيود، هذا بروحه شيء فيه طبعا مع البرشوت. أكيد مع البرشوت. خروجك لا لا راح يكون أكيد مع البرشوت. هني يكون فيه شوي حاجز خوف بداية الأمور، بس بعدين راح تشوف إن إذا ما تقفز تحس إن فيه شيء ناقص، لازم تسوي هالشيء. يرفع الأدرينالين عندكم ها؟ 100% صك ماكو بالضبط عداد خلاص يروح. الفريق متى تأسس؟ فريق كويت دايف. احنا طبعا مجموعة من الشباب تعرفنا على بعض من خلال المواقع الاجتماعية، تعرف الأشياء اللي قاعد تخدم الحين الانستغرام والسناب شات بالضبط. فالحمد لله وفقنا في هذا الكوكب اللي الحين موجودين معانا الشباب، قدرنا الحمد لله نطلع من هذه المجموعة أول منتخب كويتي يطلع البطولة العالم، كانت في 2014 وفقنا في هالشيء الحمد لله في دبي، والحمد لله بدأ يتطور الموضوع لين صار بزيادة يعني الحين. حلو، أنا قبل لا أتكلم على العدة والأمور هذه، بطولة ذكرت بطولة عالم وبعد ما أصبحت رياضة، أول ما سمعت أنا في موضوع بطولة العالم كنت قاعد ويا واحد من الشباب وأيضا واحد من الفريق اللي صبح عليه بالخير، وقال لي ان في بطولة العالم، استغربت شلون بطولة العالم زين على اي اساس؟ منو اللي يفوز؟ منو يقط نفسه اسرع ولا بالضبط؟ طلع في امور، في تشكيلات، في تكنيك، في امور. هي بطولة السكاي دايف نفسها نفس طريقة لما نتكلم عن العاب القوة، في رمح، في جلة، في جري، في سكاي دايف نفسها البطولات نفسها في اشياء فيها، اللي هو عندنا الفورميشن اللي هو التماسك 4 أو 8 اشخاص. حلو. من خلال من خروجهم من الطائرة من خلال المسكات معينة يأخذونها اللي هي التشكيلات، التشكيلات راح يأخذ عليها نقطة. في عندنا الصوب اللي هو النزول السريع يكون على الماء، عندنا المسافات distance، في عندنا السرعة، في عندنا السبيد اللي هو من تطلع من الطيارة رأسي لين توصل يعني المكان اللي تقدر تفتح فيه المظلة يحسبون السرعة فيه. في عندنا الفري فلاي، الفري ستايل اللي هو يسوون حركات. أيوة. فعلى هالشيء يتم تغييره. طيب الحركات هذه كلها، هو من مجرد ما تبطل باب الطيارة أنت خلاص تقول الله كريم. بالضبط. بس في أمور احتياطات أمن وسلامة، في جنطة، في هلمت، في العدة، خلينا نتكلم عنها. أول شيء نتكلم عن المظلة نفسها. المظلة يعني طبعا المقاييس اللي فيها مقاييس جدا يعني عالية، في لها مقاييس، في لها مقاييس. طبعا الجنطة اللي تشوفها الحين تحتوي على مظلتين رئيسية اللي هي اللي تفتحها أول شيء، في عندنا المظلة الاحتياط. لو الله لا يقوله صار وياك أي مشكلة بالمظلة الرئيسية، مظلة الرئيسية بالضبط، نقدر نستخدم الثاني. لا قدر الله طلعت من الطيارة مثلاً ومثلاً أغشي عليك، ما يحتاج تسوي شيء، في سايبرس اللي هو جهاز كمبيوتر يحسب ارتفاعك عن الأرض وهو من نفسه يفتح الباراشوت.
فيها كذي الحين بالضبط. لما نقول نحن رياضة سكاي دايف فيها يعني شكل الأمان، طبعا الأمان من الله أول شيء أكيد، لكن يعني صنفت يعني كتقريبا ثاني لعبة أمان. أمان؟ اي كم بس ذكرني شنو الارتفاع اللي الارتفاعات اللي هو احنا وصلنا يعني الحمد لله قدرنا نوصل ل 17,000 قدم ونص قفزنا 17,000 قدم هنا، ووايد ناس يمكن يغمى عليها خصوصا لاول مره. اول مره اي دائما تصير وياهم لان الارتفاعات اي بالضبط، خصوصا اللي معاهم فوبيا الارتفاعات. الارتفاعات اي شنو غير انه يخشى عليه، شنو انواع الصدمه؟ هل ينسى يفتحها من الخوف ولا في بعضهم ينسى يفتحها، في بعضهم اصلا يعني خلال الطيران مثلا تصير وياه اي مشكله مثلا، بس انه يكون يعني مجموعه تكون قافزه وياه، ولو ما صار اي شيء احنا قلنا ان الجهاز الكمبيوتر من نفسه راح يفتح لك المظله يعني. بعد ارتفاع معين 750 قدم بالضبط يفتح معك. كافيه 750؟ 750 كافيه كافيه ايه. لان في شخص في حتى فيديو انه لما قفز من الطياره وكشي عليه 750 قدم سبحان الله مع سحبه المظله قاعد. انزين الحين هذا الجنطه والباراشوت وال يعني انه في باراشوتين، الهلمت شنو موضوعه؟ الهلمت موضوع هذه طبعا كرياضه لازم تلبسها، لان اثناء خروجك من الطياره احتمال انك مثلا تضرب باب الطياره، اثناء التماسك لازم صوت الهواء ضرب الهواء على الراس بالضبط إيه. لان احنا قاعد توصل سرعات يعني انا في السبيد وصلت سرعتي ل 410 410 كيلومتر في الساعه. هذه إيه هذه كنت أسويها على أساس إني أجهز إن شاء الله البطولة. واللي فوقها اللي فوق اللي فوقها اللي هو الألتي، هذا اللي هو يحسب لك ارتفاعك عن الأرض. حلو. هذه يحسب لك إياه بحيث إنك يعني تعرف متى. هذه تكون بليد. هذه تكون بليد. هذه تعطيك ارتفاعك عن الأرض. والجوبرو عشان. الجوبرو طبعًا عشان التصوير وأي شيء فوق تلاحظ أي ملاحظات، إحنا لما ننزل على طول نشغل الفيديو ونشوف الملاحظات على أساس إن نعدل الأخطاء اللي عندنا بس. طريقة نزولك كابتن خالد لما يعني قاعد نشوفهم احنا في طريقة معينة للنزول، انت اللي قاعد تتحكم في الباراشوت نفسه ولا هو اللي يوصلك للمكان اللي انت تبيه؟ الباراشوت احنا اصلا وانت بالطيارة تختار نقطة تحت، وهذه مطلوبة منك ان انت تنزل عندها، واحنا الحمد لله يعني وصلنا لمرحلة ان بدينا نسوي لنا تارجت تحت معين. حلو. ان احنا تحدي ان احنا من اللي ينزل على فيكون طول بعرض 3 متر 3 متر ننزل فيه. كافية 3 متر؟ هو طبعا كبدايه ما راح توصل بس ايه؟ بعدين مع التمرين خلاص قدرنا نوصل البوينت اللي اخترته راح توصل له بالضبط. بس انت اللي تتحكم فيها المظله، انت تتحكم، انت اللي تقدر تروح يمين يسار تزيد سرعتك تخفف، تقدر تخلي نزولك اسرع من النزول العادي بعد. حلو. هذه كلها ما تي بيوم وليله، ما تي بقفزتين ثلاث، في اليات للتدريب عشان توصل الى هالمرحله بالضبط. شنو هي اليات؟ طبعا احنا كفريق سكاي دايف كويت كل اللي قاعد يصير الحين او كل البطولات اللي قاعدين نشارك فيها هذا كله مجهود شخصي احنا بدلناه من غير اي دعم يعني، وهذا اللي احنا نطالب ان شاء الله يكون هالشيء موجود. انا في الرياضه لي الحين تقريبا دفعت فوق ال 20,000 دينار كويتي على اساس اني اوصل للمستوى اللي انا فيه الحين موجود. مكلفه المظله هذه تكلفني تقريبا يعني كلفتني 2450 دينار. بعدين تصغر المظله انت يعني، انت اول شيء تكون مظلتك كبيره تحتاج انك تصغرها، تبي تروح اسرع فتحتاج انك تبيع المظله القديمه وتاخذ واحده. فقعدت يعني حتى المظله احجام؟ في احجامي. ليش شو الفرق بين الكبيره والصغيره؟ بدايه المظله تاخذ اللي هو ال 260 يكون فيها السيفتي عالي شوي خصوصا للستودنت. فتنزل لين توصل عدد المظلات يعني المظله اللي قاعد اقفز فيها الحين 135 وتنزل ليه تحت. شنو ال 260 شنو ال 135؟ اللي هو قدم. لا لا قدم 260 قدم اللي هي المظله، اللي هي المظله كامله. حلو. ولا طبعا المظله احنا نشوف فيها الحبال هذا صح، في بعض الناس يقول لها الحبل هذا الحبل الواحد يشيل 400 كيلو الواحد، الحبل الواحد بس. فاحنا انت المظله ايش كثر فيها حبال يعني انت وايد. بالنسبه لها ماكو وزن يعني ما في شيء يعني. احنا قاعد نشوف الحين على الشاشه اي نعم. هذا وين؟ هذه في البحر الميت، تم استدعائنا من إدارة سكاي دايف دبي، كانوا مسوين إيفنت هناك ورحنا شاركناهم هناك. البحر الميت؟ اي نعم. وهذه كانت في روسيا اللي هو الحمد لله قدرنا نرفع علم الكويت فيها. حلو. في روسيا بحجم 250 قدم العلم. العلم والحمد لله يعني كان شيء طيب. انا دائما اي لاعب او اي رياضي اساله شلون دخلت هاللعبة؟ انت ما راح اسالك شلون دخلت هاللعبه، شلون جت لك الجراه انك تقط نفسك من الطياره؟ الموضوع هذا يراودني تقريبا من سنه 2010.
فكنا نسوي بحث. اول شيء سوينا بحث عن الامن والسلامه في هذه الرياضه. حلو. لانه المفروض يعني نهتم فيه. بعدين حاولنا نشوف الموضوع، لا شفنا الموضوع تطور خلاص، رحنا لاقرب بلد اللي هي دبي وقدرنا نسوي هالشيء الحمد لله. ذكرت ان روسيا البحر الميت، وين بعد من الدول اللي قفزت منها خالد؟ احنا قاعدين نقفز الحمد لله، يعني قاعدين نسوي معسكرات لنا احنا الفريق نفسه. في معسكرات بحيث؟ قاعدين نسوي معسكرات احنا كفريق. نكون بدبي ورحنا موسكو، رحنا اسبانيا، بريطانيا، امريكا، ان شاء الله راح نروح بولندا على اخر الشهر. الحمد لله يعني قاعدين نروح الاماكن شوي حتى نحاول نستكشف فيها اماكن. شنو فائده المعسكرات هذه؟ المعسكرات نفس اخر معسكر تم في الامارات، كان في 27/12 الشهر اللي فات، يسمونه بوغي اللي هو تجمع ابطال العالم، شاركنا وياهم احنا كفريق سكاي دايف الكويت. الحمد لله ابطال العالم، فلما تدخل معاه يعطيك شوي مهارات عاليه، لين وصلنا لمرحله ان قدرنا نقفز 40 قافز بنفس اللحظه من طيارتين. فريق سكاي دايف الكويت الحمد لله خذ الثقه من الاداره، وهم اللي اعطونا جرين لايت ان احنا نقفز وياهم، فهذا كان اصلا سكور عالي ان نقفز مع 40 قافز من خلال طيارتين. من خلال طيارتين. أينا. يعني هذه هم فيها نوعا ما يبي لها خبره، هذه لازم يكون فيها خبره، لان 40 واحد لان شافوا الفيديوهات اللي عندنا الموجوده اول 3 ايام بالتجمع. حلو. بعدين اعطونا اللي هو الجريلات ان احنا نقدر نقفز. انزين اكيد تحتاج انت لايسن عشان تقفز، نفس الغواص يحتاج لايسن عشان يغوص، انت كذلك تحتاج لايسن. من وين من الكويت تقدر تحصل عليه ولا من برا؟ لا طبعا احنا ما يكون شيء بالكويت، احنا يعني اقرب دوله عندنا من الكويت اللي هي دبي. دبي. نصبح عليهم ونقول لهم الله يعطيهم العافيه، تقريبا 90% من القافزين اللي بالكويت، الامارات لهم فضل بعد الله يعني في هالشيء، لان وجدا مساعديننا في هالموضوع. مو غريب عليهم. اللي هو عندنا اللياس اللي هو الاي والبي والسي والدي. الاي 25 قفزه، البي 50 قفزه، السي يكون 200 قفزة، الدي 500 قفزة وفوق. أنا الحمد لله عندي حاصل على الدي لايسن، حاصل على الكوتش ريتنج، طفت 500 قفزة الحمد لله. ما شاء الله، وحاصل على الله يجزاك خير، وحاصل الحمد لله على شهادة التدريب. حلو، دام حاصل على شهادة التدريب ليش عيل ما يكون في عندنا تدريب؟ هذا اللي احنا ان شاء الله نناشد ونطالب، يعني احنا كنا قبل نقول ان شاء الله نقفز بالكويت، الحمد لله قدرنا نسويها الشيء هذا في الكويت. قاعد تقفزون في الكويت الحين؟ الحمد لله الحين صار من شهر صار في تعاون بيننا وبين اللجنة الكويتية للرياضات الجوية، وصرنا نقفز بالكويت في منطقة الخيران. اوجه لهم كل تحية صراحة، قاعدين يساعدونا في هالشيء. الحين قدرنا نقفز بالكويت، الحين الخطوة اللي نبيها وان شاء الله اللي تكون اللي هو يكون في نادي للسكاي دايف، ويكون في دروب زون اللي هو احنا نسميه مثل المطار صغير عشان نقدر نطير فيه، بس عشان الطياره تطير، عشان الطياره، والموضوع كله غير مكلف. يعني مساحه تحتاج مساحه كبيره؟ مساحه ما يحتاج 4 مايل. الطيارات احنا يعني مشيكين عليها، يعني اكثر طياره قاعدين نلقاها يعني الكويتي 15000 دينار كويتي سعر سياره. بالضبط سعر سياره، سياره اغلى. الاخوان بدبي لما يشوفونا هناك بنقفز وياهم ويشوفون المهارات اللي قاعدين نسويها، انا دائما اتذكر شيء يقولون الحمد لله ان انتم ما عندكم نادي قفز بالكويت، لان انتم ما عندكم نادي وقاعدين يعني واصلين لهالمهارات، لو يكون عندكم نادي انا يعني متاكدين ان راح تحققون بطولات عالميه. حلو. زين خالد الحين اللايسن الاي بعد 25 قفزه، بعد 25 قفزه، بعد 25 قفزه بروحي؟ هو اول شيء انت كدخولك اللي احنا نسميه الاي اف اف راح تكون 8 قفزات موزعه كالتالي، اول 3 قفزات راح تكون مع مدربين 2 يكونون معك. 2 اي نعم. طبعا مو هذا اللي لا مو تاندم، لا مو تاندم، راح يكونون على اليمين ويسار، راح على اليمين ويسار. اي نعم. بروحك؟ اي بروحك، من تفتح المظله خلاص هم كل واحد يروح عنك، انت راح يعني يتم توجيه المظله عن طريقك انت. حلو. بعد الثلاث قفزات راح يكون مدرب واحد وياك اللي هي ليه 8 قفزات، من بعدها راح تدخل في شغله اسمها السولو اللي هي تقفز بروحك. بروحك هني يعطونك يعني يخلون القافز انه يكون عنده ثقه بنفسه ان انت تقدر تقفز بروحك لين توصل ل 25. لين توصل 25 قفزه. حلو. مطلوب منك 25 قفزه، خلاص تقدم اوراقك على الشركه اللي هي اليو اس بي اي، الشركه العالميه للباراشوت، هذه معترف فيها دوليا. ممتاز. من بعدها عاد تبدا، عاد خلاص تبي تطور نفسك، لازم تتعلم حركات، تتعلم، ف تكون مطالب يعني كوتش، تاخذ مع مدرب حركات. ال 25 قفزه كابتن خالد
ايضا الارتفاع مطلوب ولا من دون تحديد ارتفاع معين؟ لا لا معين. ما في تحديد ارتفاع، انت مطلوب منك ال 25 قفزه، مطلوبه منك قفزتين احنا نسميها الهبن باب، اللي هو يعني تطلع من الطياره وتفتح. مطلوب منك على ارتفاع 3500 قدم و 5500 قدم. مشكورين على اللي قاعدين يسوونه. ال 3500 و 5500 يقصدون فيها ان لو الله لا يقدر صار اي خلل بالطياره شلون تقدر تطلع وتفتح المظلة على طول، فيكون خلاص على طول اول ما تفتح على طول تفتح المظلة. فهذه هذه لا 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 بالعكس، هني قاعدين يعلمونك ان لو الله يعني الله لا يقدر لو صار اي مشكله في الطيارة انت سويت هالشيء من قبل، فاحنا نسميها اللي هو يعني الاكزيت يصير سهل ما في شيء. حلو زين، ذكرت ان في انواع للقفز. في انواع للقفز اكثر من نوع يعني مو إيه؟ مو بس قفز اطلع وقفز. اي في 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 قفز في اللي هو الوينج سوت، اللي هو تقدر تقفز بالوينج سوت، اللي هو احنا نسميه اللي هو السنجاب، اللي نفس طريقه السنجاب. هذا اللي يشوفهم اللي اي بالضبط يكونوا كذي على الاجناب. اي في القفز هذا، في اللي هو طبعا قلنا الفري فلاي، الفري ستايل، في الاكورسي تتجه تقريبا للعسكريين، لان من تطلع من الطياره في نقطه تحت تقريبا 16 سنتي ينزل عليها. 16 سنتي اي حط عينك عليها ووصل لها بالضبط. والحمد لله يعني اخواننا في الخليج يحققون بطولات عالميه في هالشيء. حلو، شنو الاجراءات الامن والسلامه اللي لازم اتخذها قبل ما ابطل الباب وقت عمري؟ في اول شيء طبعا احنا عندنا اجراءات سلامه قبل. اول شيء الدعاء، هذا تدعي ان الله يوصلك بالسلامه. هذا بالضبط احنا بيه. الحمد لله خصوصا الفريق سكاي دايف احنا عندنا يعني متابعين حركه نسويها ان دعاء الركوب، يعني تلقى مثلا بالطياره من طالع بعض نسوي كذي خلاص واضح ان دعاء الركوب. حلو، هذا صار معترف عندنا خلاص. في عندنا اول شيء تسوي تشيك في قبل لا تروح البورد، قبل لا تروح البوردين في عندنا البن بس تشيك عليه انه اوكي ماسك بالشكل الصحيح، وتشيك على السايبرس انه يشتغل وياك. ساعات الطيارة في عندنا 3 رينجز هني، في 3 دوائر بس تشيك عليهم انهم داخلين مع بعض. اوكي، اثناء فتح الباب الطيارة لازم تتاكد انك مثلا تكون حاط ايدك على البايلوت شوت على اساس انه ما يطلع يفتح مظلتك على طول. فدائما يقول لك لما تفتح الباب يعني تكون في وضعية احنا ناخذها على اساس انك تفتح الباب فيها. حلو، لان انت شخص مرات لما تكون عند الباب انت مطلوب منك ان انت اللي تفتح الباب وتقفز. تكون اول واحد يعني. ما في واحد والله يبطل لك الباب. لا 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 ما في احد، لا لا بطل اخدم نفسك بنفسك بالضبط. اخدم نفسك بنفسك، عساكم على القوة. الله يقويك ان شاء الله. القفزة الجاية ان شاء الله وين راح تكون ومتى؟ ان شاء الله رايحين باسل ان شاء الله، في رايحين لدبي ان شاء الله، وبعد ان شاء الله اخر الشهر ان شاء الله راح نكون في اسبانيا. في اسبانيا؟ اي نعم، ماخذين ان شاء الله قاعدين نسوي دورات خارجية الحين. في دورات؟ اي نعم، ماخذين مجموعة ويانا رايحين ندربه من برا ان شاء الله. حلو، كل التوفيق لك كابتن خالد على وجودك، وربي يوفقكم ان شاء الله خير. وان شاء الله نشوفكم اطال عالم في ان شاء الله سكاي دايف. تفضل دعواتكم ان شاء الله. ان شاء الله اكيد كل شكر لك. شكرا، اكيد مستمرين وياكم مشاهدينا فيما تبقى من ضح العود، لكن راح نروح لتقرير البورصه الرياضيه وراح نرجع لكم مره اخرى. حياكم الله بعد ما شفنا هذا التقرير عن البورصة الرياضية. اليوم موضوعنا نقدر نقول راح نركز فيه على سياسة البي اس جي وباريس سان جيرمان من جهة، وعلاقة أيضا البرغوث ميسي مع إكسبو دبي من جهة ثانية. كل هذا راح يكون مع الزميل العزيز الصديق الجميل اللي مبارك له فوز الانتر أمس، مناف أشكناني. قبل لا ندردش عن بي اس جي وعن ميسي راح ناخذ هذا الاتصال. طبعا معانا في هذا الاتصال السيد سيف المطيري، راح نتكلم من خلاله عن وهو مدير عام حلبة باسل الصباح للسيارات والدراجات. سيف المطيري حياك الله وصبحك الله بالخير. صباحك الله بالنور ويعطيك العافيه استاذ عبد الله. حياك الله، اصب على المشاهدين والمستمعين كلهم طرامك. سعيد باتصالك وبهذه المداخلة، لكن بداية أستاذ سيف خلينا نتكلم عن بطولة استعراض المهارات، متى راح تبدأ إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بطولة استعراض المهارات هي ثمرة تعاون معنا كنادي باسل سالم الصباح والإخوان في الهيئة العامة للرياضة. نعم. ولاستقطاب الشباب تحت مظلة النادي وفي بيئة آمنة تكفل كافة سبل الأمن والسلامة لهم بعيدا عن ممارسة هذه الرياضة في طرقات وأماكن العامة. نعم. حقيقة يعني كان في
لفتة كريمة من الأخوان في هيئة عامة الرياضة بأن نستقطب الشباب ونجهز لهم حلبة لممارسة هذه الرياضة، ومن خلال يعني هذه البطولات يطلع عندنا إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد يعني الرياضة هذه أبطال نشارك ويمارسون هذه الرياضة بشكل قانوني ورياضي. أكيد يعني إذا عندك مهارة استعراض ادخل في هذه البطولة وخلي الاستعراض اللي بشوارع واللي نشوفه واللي يؤذي الناس واللي ممكن يضرك ويضر الناس. خلنا نتكلم أستاذ سيف عن أنواع السيارات المشاركة. طبعا احنا اليوم عندنا ثلاث فئات، الفئة الأولى فئة السيارات الصالون والسبورت، حلو، والفئة الثانية فئة الجيبات، والفئة الثالثة فئة سيارات البيك أب أو الوليتات. ممتاز. احنا حبينا حقيقة يعني نوع كل الفئات، وطبعا لمحبين هذه الرياضه انه يكونون يعني الكل يشارك معنا. حلو. في ثلاث فئات متنوعه ويعني ثلاث مراكز، يعني في كل فئه ثلاث مراكز، وحابين ان شاء الله باذن الله تعالى ان بعد هذه يعني احنا اليوم حطينا فئه الاستعراض المهارات، لان اليوم في اكثر يعني اللي يمارسون هذه الرياضه عندهم مهارات فنيه. صحيح. لهم كورس معين من خلاله تنحسب لهم النقاط ويتم تتويج الاول والثاني والثالث. على اي اساس يتم احتساب الفائز؟ على النقاط؟ طبعا احنا عندنا كورس كامل في تطبيق الحركات، كل يعني حركه لها درجه ويتم التحكيم عليها. ممتاز. وفي بطولات ان شاء الله راح تكون مشابهه في المستقبل؟ باذن الله احنا يعني تعاوننا مع الاخوان في الهيئه العامه للرياضه من شهر 1 ان شاء الله الى شهر 5. نعم. في كل اسبوع ان شاء الله راح يكون عندنا نشاط، يعني الاسبوع هذا استعراض المهارات، الاسبوع اللي بعده ان شاء الله عندنا مشاركه مع الاخوان في الموروث الشعبي يومين، يوم الجمعه والسبت 29 و28. نعم. وكل اسبوع ان شاء الله باذن الله تعالى راح يكون عندنا في جده ثاني باص السالم الصباح نشاط رياضي للسيارات والدراجات. طيب شنو دور النادي في دعم اصحاب مثل هذه المهارات؟ احنا اليوم الله يسلمك قدمنا يعني برنامجنا حق ميزانيه 2015-2016 باذن الله تعالى. نعم. بان يكون عندنا بعد هذه يعني البطولات لابد انه يكون عندنا يعني شباب مميزين. حقيقه احنا برنامجنا ان شاء الله راح يتم دعمهم في المشاركات الخارجيه، ومن خلال يعني النادي راح يكون يجهز لهم يعني كافه يعني السبل ان يشاركون في بطولات يعني بالخليج او في بطولات عالميه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لكم مدير عام حلبه باص الصباح للسيارات والدراجات سيف المطيري على هذه المداخله، وموفقين ان شاء الله في هذه البطوله. مستمرين وياكم وعوده الى ضيفنا. صباح الخير بناف. صباح النور وصبح المشاهدين وعليكم. ومودريتش صاير انت اخر مره قاعد مكاني قاعد تغير البوزيشن تبدل المراكز المخرج المداوره هذه المداوره لازم مداوره اي بدايه مناف اليوم راح يكون موضوعنا عن البي اس جي عن باريس سان جيرمان وسياسته الاقتصاديه، وراح نتكلم بعدها في جزئيه اخرى عن ميسي ودوره في اكسبو دبي. لكن بدايه شركه بولانجر وقعت مع باريس سان جيرمان، الخدمات اللي قاعد تقدمها باريس سان جيرمان لهذه الشركه هل هي مناسبه؟ هو يعتمد على السبونسر، سبونسر درجات في اي نادي. حلو. يعني في سبونسرات كبيره، ما في بس مجرد سبونسر وخلاص. لا لا لا، تتكلم عن سبونسر اللي يلبس اللاعبين ماركه، هذا سبونسر رئيسي. صحيح. وعندك السبونسر اللي شعاره بالنص، عند شركه الامارات الطيران، وعندك شركه نايكي، هذول يدفعون اكثر شيء يعني 20 إلى 25 مليون. ممتاز. تبي تتكلم عن الشركات هذه، هذه الشركات يسمونهم موردين رسميين يعني اساسيين، هي وتعاقدوا مع شركه ثانيه، شركه عبر الانترنت اوبشن ويب. حلو. تقريبا 600 500 600 ألف يورو في خلال سنه ونص العقد. هو مسوقين لشعار النادي، هم باريس سان جيرمان يبون ينتشرون قدر الامكان، اي نادي في العالم يبي ينتشر قدر الامكان. صح. عشان يزيد شعبيه. اي، وزياده الشعبيه معناتها زيادة الجماهير والإقبال، زيادة شراء المنتوجات، المدخول. زيادة أي مدخول بكل المقاييس. فالهدف من الإعلان والسبونسرات علشان الإيرادات أيضا انتشار. حلو. فأنت تبي تتكلم عن بولانجر شركة أجهزة منزلية، من اللي يشتري أجهزة منزلية؟ ربات البيوت يعني. بالضبط. فهم اللي بعيدين. ليش يبي ربات البيوت؟ لأنهم بعيدين عن كرة القدم. حلو. فلما انا ذكرت وانا ابحث عن هالموضوع، ذكرت عيسى الحربين المعلق السعودي يقول لي انا احب يوفنتوس عشان امي تحبه.
قلت له امك شراغتها في 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 يوفنتوس، يقول لي لان اسم يبوي سيده العجوز وامي سيده عجوز، فقالت هذه من عمري، فشلون هم فازوا وما فازوا، ففي عاطفه تربط الحريم في اشياء تتعلق فيهم. حلو. فلما المره تشتري تروح تشتري اجهزه منزليه، شعار النادي موجود على الاجهزه المنزليه، راح يسوق شعار النادي على الاجهزه، فتعرف هي كل يوم تستخدم هالجهاز في الطبخ في التحضير، فراح تصير في ربط في الالوان وفي شكل الشعار، فبتسال اللي في البيت هذا شعار اي نادي، فيقول لها باريس سان جيرمان، تبتدي تسال عنه، تبدا خلاص، وتزيد الشعبيه وتزيد يعني الحميميه العائليه، تصير مرتبطه بالنادي نفسه، فتصير الموضوع انه داخل البيوت نادي باريس سان جيرمان، وهي قاعد تكنس على المكنسه في اي بالضبط باريس. اي بالضبط، فهم راح يسوقون حق شعار نادي في ترويج اجهزتهم وفي دعاياتهم، بس حل. ما يحق لهم ان يستخدمون اللاعبين يعني، لان هذا مبلغ ثاني، مبلغ ثاني تدفعه، هذا موضوع ثاني، بس راح يسوقون هم في، والنادي راح يحط شعار شركتهم في الويب سايت وفي الملعب وفي بس مو على التيشيرتات، والمبلغ مناسب، مبلغ المبلغ اي، لان هم باريس سان جيرمان ترى مو بالنهايه مو خسرانين هم، فهم يبون هالجانب وما تكلف عليهم وايد، ما يبي يكلفون على هالشركه، اللي شركه اجهزه منزليه ايش كثر تدفع يعني، مو شركه سيارات، مو شركه طيران، فتقيسها على مردودهم هم ايش كثر بيدفعون، فهم كذي يقيسونها على هالاساس، وسنه ونص هي مده مو طويله والمبلغ مناسب لها يعني. شنو يستفيد من هذا العقد يعني، سنه ونص على قولتك مو مده طويله؟ مو مده طويله، يبي يقيسون ردود الافعال، فيدباك، هل وصلوا هدفهم ولا لا، ما يبي يعطون مده طويله. حلو. مده طويله معناتها دفع اكثر، الشركه ما تقدر، الشركه اللي جايه تسوق ما تقدر، او البولانجر، فاي البولانجر، فهو قياس مده في يوصلون لهدف معين، وصلنا حق الهدف هذا نجدد والله، او نفتح مجال حق شركه ثانيه ونشوف شنو المردود، شنو اللي قاعد يصير، الشركه بتستفيد ونادي باريس سان جيرمان يستفيد، نادي باريس سان جيرمان من يعني من اكبر الانديه اللي تعرف تسوق. حلو، شنو المجالات المتاحه لسان جيرمان في استثمار الاموال الرعاة؟ شراء اللاعبين عندهم، انت تبي تعرف وش يسوون بالفلوس، المجالات اللي مفتوحه له، اي فتح اكاديميات في اكثر من قطر، يعني تتكلم عن الشرق الاوسط، شرق اسيا، المغرب العربي، يفتحون اكاديميات مع السبونسرات الكبيره، هم اللي يسوقون لهم يعني، قبل مده جو هني الكويت مع اريدوا، لان هم السبونسر الموجود في الاستاد، انا شيء هذا شفته بعيني، انا رحت باريس سان جيرمان وبوردو، بس حظي ان وقت كلاسيكو كان في الشوط الثاني راح يطلعون كلاسيكو بالكابينه. اه حلو، ف باريس سان جيرمان يعني يقدر يستثمر هذا الشيء بشكل كبير، لاعبين كبار لهم شعبيه كبيره، بيكام مثل ما قلنا من قبل تعاقدوا معاه بالضبط في اخر حياته الكرويه، قميصه انباع وغطى تكلفه صفوته وزود، لان عشاق بيكام شيء كبير، صح، وارتباطه في زوجته فيكتوريا هم عشاقها وايد، ويحبون يربطون نفسهم في زوجها والموضه والستايل، اي يعني بيكام، تتكلم عن بيكام والشعبيه الانجليزيه حق نادي فرنسي، هذا موضوع ثاني، صح، فانت يعني تبي تقيسها تلقى لها وايد عوامل، تلقى هم عندهم اكثر من مجال يصرفون فيه، ودائما المال هو لغه العصر الحين، وصناعه كره القدم، فيشترون لاعبين، وطموحهم الحين انه يحققون الشامبيونز ليج، ترى نادي عمره مو عود، نادي متاسس سنه 70 بس، صح. يعني انت وقاعد ينافس شيء، ايه وقاعد ينافس هذا هالاسم، ايه يعني مو من زمان، ودمج بين ناديين كانوا يعني، بس شركه مؤسسه قطر الاستثمار الرياضي 2011 خذت 70% من النادي، و2012 سكرت كل النادي خذتها من شركه كولوني الامريكيه، خذت كل حصه كامله، هي الحين المالكه الرسميه حق نادي باريس سان جيرمان برئاسه ناصر الخليفي القطري، ناصر الخليفي اللي نفسه هو رئيس اتحاد التنس في قطر، نفسه بي ان سبورت القناة الناقلة لأغلب بطولات العالم. أكيد، بتوقعك من وجهة نظرك، هل تعتقد بأن فريق الباريسي راح يتخطى أرباح الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد و والله هو وارد، لأن 2013-2014 تقرير 328 مليون في هذا الموسم، بس 328 مليون دخل نادي ايرادات في موسم واحد، اي
2013-2014. ولازم تعرف ان هذا هذه المنظومه اللي هي باريس سان جيرمان وراها رجل واحد يتحكم باقتصادها جين كلود بلان، هذا كان بدايته منظم او مدير تسويق حق يعني ايفنتات كبيره، تكلم عن دكار السيارات، تكلم عن القواري الدرجات الهوائيه، تكلم عن الالعاب الشتويه الاولمبيه، بعدين راح حق لوران جاروس قام يمسك هذه الايفنتات الكبيره هو المسوق، بعدين راح حق اليوفي في عز وجوده في سيريا بي وهو اللي طوره ووصله الى هالمرحله اللي ياخذ 4 دوري ورا بعض ويبني استاد يدخل منه الوحيد اللي يملك استاد الحين ويسكر 3/4 ديونه. فهذا الفرنسي يعني عمره تقريبا 53 سنه هو اللي قوم اليوفي مره ثانيه عقب ما طاح درجه ثانيه، وعلاقته زينه مع اندريا مع انيلي، فهو اللي طور اليوفي اللي قبل الافتتاح، بعدين راح عقب ما عرض عليه باريس سان جيرمان ما يقدرون يدفعون، فالحين هو باريس، هو باريس وهو اللي مسوي هذا كله، واي شيء تشوفه حق باريس اقتصاديا هو اللي يتحكم فيه. حلو، خلنا ننتقل من باريس الى البرغوث. ميسي شو راح يستفيد منظمو اكسبو 2020 دبي من شرف ميسي من الناحيه الاقتصاديه؟ هم اعلنوا عن هالشيء قبل اسبوع. حلو، بس هالشيء موجود في راسهم من زمان فور شور، يعني من سنين، يعني من اول ما تقرر اكسبو 2020 في الامارات. ليونيل ميسي انت ما تحتاج تلاقي اسباب عشان تحطه سفير عالمي دولي حق اكسبو 2020. ليونيل ميسي 85% من العالم من الكره الارضيه يعرفون ليونيل ميسي. انت قاعد تعاصر الحين اسطوره حيه، انا ما اقدر اسميه اسطوره، انطري خلص شنو يسوي، يعني قدامه كاسين عالم تقريبا. ف ليونيل ميسي 5 كرات ذهبية مو شويه، ما حد ينكر، ريالي برشلوني ما حد ينكر ليونيل ميسي شنو بالضبط، اعلى مستوى من اللاعبين وارقام قياسيه، كل اسبوع طاق له رقمين عادي يعني الموضوع سهلات اي عادي، كل مباراه في رقم قياسي جديد، يعني ضيعناهم من كثر ما يحققهم ليونيل ميسي ويعيش عصره، هو يعني سلطان زمان الحين. فارتباطهم ميسي مو على الكره الذهبيه، الكره الذهبيه بس هم نطروا اعلانها، يعني انطروا اعلانها عشان يعلنون، عشان يعلنون اي يعني اساس دعايه زياده دعايه، هم خالصين قالوا، بس هم اكيد خالصين اي، بس انه توقع، يعني انت منو ما يتوقع ميسي يصعد على المسرح وياخذ الكره الذهبيه عادي، وخمس كرات ذهبيه تاريخيا صعب تكرارها بالضبط، هم 4 وصعب 5 الحين رغم صار بعيد. فاقتصاديا ليونيل ميسي متابعينه في السوشيال ميديا توتال يعني تقريبا فوق 80 مليون متابع. زين، هذا ما يعني اللي فكروا فيه منظمين الاكسبو، لكن في المقابل ميسي شنو اللي راح يستفيد من هذا الاختيار، اختياره كسفير لاكسبو 2020؟ حدث هذا حدث عالمي تقريبا كل 4 سنوات يقام في مكان معين، يعني ويصير عليه ترشيح ويصير عليه تقديم ملفات ويصير ويزيد اقتصاد البلد اللي يقام فيه المعرض. انت تتكلم عن اكبر معرض عالمي قاعد يصير من ناحيه تكنولوجيا، فدبي الان افلام هوليوديه تصور فيها، مهرجانات عالمية تقام فيها، دبي صارت محطة عالمية الحين، يعني دبي صارت أمريكا بس بالخليج. شنو راح يستفيد ميسي؟ ميسي ارتباطه في هذا الحدث، إيه ارتباطه في هذا الحدث، هذا حدث عالمي وميسي، وإن أنا سفير هذا الحدث، هو أول سفير دولي، يعني هذا بحد ذاته تكريم، إن أنت أول واحد دعيناك، في سفراء قادمين أكيد ما راح يكون واحد فقط، إيه يعني يكونون ممكن من أهل العلم أو من أهل الفن أو من يعني من عدة مجالات، بس هذا أول سفير دولي، هم هذا الشيء زكوا فيه أو كرموا فيه إن أنت أول واحد، ف يعني ميسي شعبيته تزيد في مجالات أخرى غير كرة القدم، اللي ما يحبون كرة القدم راح يعرفون ليونيل ميسي منه إذا ارتبط في هذا الحدث، فيصير نجاح متبادل. بس ما تم اختياره بسبب فوزه بالكرة الذهبية مثل ما ذكرنا، في أمور اقتصادية أخرى. ناطرين المناسبة عشان يعلنون بس، يعني عشان تصير مربوطة فيها، يعني شفت هذا خلكوا ذا 5 كرة ذهبية ترى سفيرنا، يعني بس إعلانه هو الموضوع مو أكثر من كذي. حلو، مبروك الإنتر. الله يبارك. ما بغيته؟ إيه والله ما بغينا، المستوى متراد يعني متذبذب، لأن اللاعبين كلهم يدد، فانسجام صعب من الموسم الأول. الهدف مقعد أوروبي مؤهل للشامبيونز ليج، تصدرنا فترة شوية، الحظ ساعدنا، بس مو معناته إذا ما أخذت الدوري بنهاية الموسم يعني أنت مانشيني فشل أو إنتر فشل، لا هو خير وبركة يصير يبيله مواسم أي، بس يعني ممكن الدوري لا زال في
جادح الحين، والحين انتقالات شتوية ممكن شراء لاعبين تسكير ثغرات. شن صخة انتقالات الشتوية؟ دائما هي باردة انتقالات شتوية، هي لأنها شتوية باردة ما تصير فيها حرارة مثل حرارة الصيف، لأن يعني الفرق أكبر الفرق وأكبر لاعبين مشاركين مع فرقهم ببطولات أوروبية ومنافسين محليا، فليش أبيع لك واحد أنا قاعد أنافس؟ ليش أبيع لك أحسن لاعب عندي أو لاعب أنا استفيد منه؟ في كلام بعد عقوبة ريال مدريد عدم التعاقد لمدة فترتين اي الصيف والصيف والشتاء اي صيف والشتاء، فكان في كلام انه ممكن قبل لا تستأنف او تبلش العقوبة انه في هذه الانتقالات يتعاقد مع لاعبين، بس ما شفنا صار اي شيء من لا ما يصير ما يصير، يعني هو يبي لوفندوفسكي يبي وايد بوغبا حطوا صورهم بوغبا يبي هازارد يبي زين شلون يهدونهم هذول ما ادري، يعني منافسين مشاركين ما يقدر يهد لاعبينه، ممكن يصيد لواحد منافس طلع من بطولات يقدر مبلغ يغرونه كذي، بس صعب تجيبهم كلهم هذول الصيف، ممكن 250 مليون راصدين يورو كأكبر ميزانية شراء لاعبين في انتقالات واحدة يعني، وهو بس صعب في استئناف، أعتقد في استئناف مو قرار نهائي، في استئناف على أتلتيكو على ريال مدريد على الاثنين، هو من 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 الأسباب ولد زيدان لوكا عيال اثنين بعد مو واحد لوكا وش اسمه زين، يعني أبوهم كان بالنادي أبوهم بالنادي أدري، بس طلع الاتحاد الإسباني طلع تقرير في شرعية وقانونية التعاقد مع اللاعبين، فما أدري على شنو مستندين الفيفا اللي حكموا عليهم كذي، بس شافوا شيء هما وحكموا عليه مثل ما حكموا على برشلونة على برشلونة أي كل بس شكرا. هذا راح ترى يعطل لأنهم منافسين الوحيدين حق برشلونة، وبعد ما تشترون شلون تقايش برشلونة أنت قول لي أكيد كل شكر لك مناف على وجودك معنا، الله يسلمك، أكيد راح نستمر وياك إن شاء الله في حلقات أخرى، ونستمر وياكم مشاهدينا، ننتقل إلى فقرة القادمة فقرة التغذية الصحية مع الدكتورة مريم الترك، ونرجع لكم مرة أخرى. صباح الخير، اليوم رسالتنا للأمهات الحوامل أو أمهات المستقبل. عزيزتي الحامل، طبعا في مجتمعنا وفي ثقافتنا أن المرأة الحامل تأكل عن اثنين مو عن واحد، لكن الحقيقة مختلفة تماما، وخاصة في الثلاث شهور الأولى المرأة الحامل ما تأكل إلا عن روحها أول ثلاثة أشهر، وبعدين في الثلاثة أشهر الثانية نبدأ نزيد السعرات الحرارية شوية، وفي الثلاثة أشهر الأخيرة من الشهر السابع إلى التاسع تكون الزيادة العظمى في السعرات الحرارية، لأن في هالثلاثة أشهر هذه الطفل أو الجنين يأخذ الحجم الأكبر والوزن اللي ينولد فيه طبعا، لذلك احنا اول ثلاثة اشهر لازم نحافظ على اوزاننا ونحافظ على اطعمتنا ونحافظ على اكلنا، علشان لا نسمع الارقام الخيالية اللي تزيدها سيدات الحوامل وخاصة في اول حمل مثل 20 كيلو و25 كيلو و30 كيلو، الشيء اللي مو بس يخرب الجسم كوزن وكشكل كذلك يخرب الجلد، لان عملية التمدد التي تحصل على الجلد في هذه الفترة يصير صعب انها ترد مثل ما كانت الا مع تمارين رياضية مدروسة ومستمرة ومتواصلة أصلة وتغذية سليمة، وهذا الشيء طبعا يصعب على كثير من الأمهات بعد الولادة مباشرة، علشان كذي احنا لازم ما نزيد أكثر من 10 إلى 12 كيلو بشكل متوسط، هالزيادة هذه نحققها من خلال اتباع التعليمات اللي رح نتكلم عنها، واليوم رح نتكلم عن أول ثلاثة أشهر. في أول ثلاثة أشهر لازم الأم تنتبه أن سعرات الحرارية ما رح تزيد إلا بمعدل كوب حليب واحد يزيد على احتياجها اليومي، وبيضة واحدة في اليوم أو يوم وترك. ليش أنا نقيت البيض؟ لأن البيض يعتبر من الأغذية الكاملة اللي فيها بروتين وفيها معادن وفيها فيتامينات، أو فيها الباكج كاملة اللي تحتاجها المرأة الحامل في الزيادة الغذائية لثلاثة أشهر الأولى من بروتين ومن كالسيوم. الحين بالنسبة للاحتياج الأساسي للمرأة الحامل أول ثلاثة أشهر هو الكالسيوم وفيتامين د، لذلك احنا نركز على منتجات الألبان. منتجات الألبان هذه قد تكون حليب، روب، لبن، أجبان وألبان، لكن حذاري عزيزتي الأم أو الحامل من الأجبان والألبان اللي موجودة في القسم المفتوح اللي بالكيلو، أو اللي يكون موجودة أو الأجبان الموجودة في مادة سائلة، لأن هذه الأجبان تحتوي على بكتيريا تعرف بالليستيريا.
وهذه الليستيريا احنا كاشخاص طبيعيين نقدر نقاومها وما نحس فيها، اما المراه الحامل والجنين مع الاسف قد تؤدي الى اجهاض مباشر، لذلك احنا نوخر عنها وناخذ الاجبان والالبان المحفوظه والمسكوكه في كونتينرات والموجوده في الثلاجات ومبستره، ولما يكون الباكج في اي خلل او مفتوح احنا نوخر عنه ونتجنب هذا النوع من الاجبان ونتوجه الى الاجبان المحفوظه بشكل جيد. الحين بالنسبه للسعرات الحراريه، السعرات الحرارية في الثلاثة أشهر الأولى ما تزيد إلا 100 سعر حراري مثل ما قلنا، يعني كوب حليب أو بيضة خلال النهار أو باليوم. اللي يصير إن إحنا ناكل فوق 500 سعر حراري في الثلاثة أشهر الأولى، الشيء اللي يخلي الوزن يزيد وايد. لذلك إحنا أول ثلاثة أشهر رح نكتفي ب 100 سعر حراري زيادة، أفضل إنها تكون بكوب من الحليب أو ببيضة علشان لا نزيد أكثر من 3 كيلو في أول ثلاثة أشهر. أما آخر معلومة وأهم معلومة لازم تعرفها المرأة الحامل أو الأم، إن الفوليك أسيد من الفيتامينات اللي مهمة جداً جداً واللي لازم ناخذها في الفترة التحضيرية ما قبل الحمل وأول ثلاثة أشهر، لكن معظم أطباء النسائية والولادة يعطون حبوب الفوليك أسيد مجرد ما الأم تزورهم في العيادة ويعرفون إن هي حامل، لذلك إحنا نحاول نلتزم بالكبسولات وناخذ المصادر الغذائية المهمة مثل الأوراق الخضراء الداكنة، وكذلك ممكن ناخذ اللحوم الحمراء والدياي والسمج لها تحتوي كذلك على فوليك أسيد. وإن شاء الله تقومون بالسلامة ونشوفكم في فقرة ثانية عن الثلاثة أشهر الثانية من الحمل. كل الشكر للدكتورة مريم التركي على هذه المعلومات القيمة في فقرة التغذية. اليوم فقرة التغذية كانت لحواء من خلال هذه المعلومات اللي قدمتها دكتورة مريم التركي. هذه الفقرة اللي دائما يعني الواحد لازم يحرص على متابعة مثل هذا النوع من المعلومات الغذائية، في معلومات كثيرة نجهلها تغيب عنا أو أحيانا نعرفها ونحاول نتجاهلها وما نسوي اللي نقراه أو اللي نسمعه لأسباب مختلفة. في مثلا واحد والله تقول لا تأكل الأكلة الفلانية، ما أقدر حتى لو تضرني بس ما أقدر ما أكلها، أحبها، فكيفك. عموما نتمنى الكل يستمتع بيومه بشنو يأكل شنو يلبس، أنت حر. تنطلق إن شاء الله غدا الخميس بطولة الشيخ فهد سالم الصباح اللي راح تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية. معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ عبدالله بركات نائب رئيس حكام أسلحة الرصاص. حياك الله أستاذ عبدالله وصبحك الله بالخير. الله يحييك بارك فيك، يا هلا وصبحكم الله بالنور يا مرحبا. مرحبا فيك. بداية الترتيبات الفنية اللي قمتم فيها من أجل هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بطولة الشيخ فهد سالم الصباح طيب الله ثراه من البطولات التي يستعد لها نادي الرماية سنويا في الموسم المحلي لمسابقات وبطولات مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الصباح. هذه البطولة يستعد لها كثير من رماة المنتخب للتنافس على الألقاب والمراكز المتقدمة لهذه البطولة، والله الحمد تم تجهيز ميادين مجمع الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه الأولمبية للرماية من النواحي الفنية، وتجهيز طاقم تحكيمي ليدير هذه البطولة، وتم عقد اجتماع مع الحكام الكويتيين اللي يديرون هذه البطولة سنويا، واجتماع فني مصغر لترتيبات التجهيزات لجميع ما يلزم لنجاح مثل هذه المسابقة إن شاء الله. طيب ما هي أنواع الأسلحة والمسابقات في هذه البطولة راح تكون؟ طبعا هذه البطولة هي لرماية أسلحة الرصاص، وهي البندقية والمسدس لرماية العشرة متر والخمسين متر سيدات ورجال، أيضا لرماية القوس والسهم لرماية الرجال والسيدات. نعم، هذه الأنواع اللي راح تكون مشاركة في هذه المسابقات. نعم صحيح. طيب والجهات المشاركة في البطولة؟ طبعا يشارك في هذه البطولة عدد كبير من الرماة يمثلون المنتخب الوطني للرماية في الرصاص والقوس والسهم، وأيضا رماة الحرس الوطني في جميع الفئات. نعم. يعني تقريبا
ما يقارب 180 رامي في هذه البطولة يخوضون المنافسات من رماة المنتخب ورماة نادي الرماية ورماة الحرس الوطني. نعم، كل التوفيق لل 180 المشاركين في هذه البطولة. متى راح تقام إن شاء الله؟ من متى لمتى البطولة؟ طبعا اليوم الأربعاء تنطلق التدريبات الرسمية. نعم. وتنتهي في يوم السبت إن شاء الله في نهاية المسابقات، وراح يكون يعني كل يوم حافل في عدة مسابقات مرتبة حسب الجدول المعد لهذه البطولة. والباب مفتوح أيضا للجماهير يعني لمتابعة والتشجيع. طبعا احنا دائما نرحب بالجماهير للمتابعة والتشجيع ولعشاق الرماية لحضور هذه المنافسات ومثل هذه البطولات اللي كثير ينتظرها للمشاهدة، ولكن بركة فيكم للتغطية، وحنا نتمنى أن نشوف جماهير متواجدة على أرض ومجمعات ميادين الشيخ صباح الأحمد الصباح الأولمبية الرماية بإذن الله. شكرا لك عبد الله بركات، نائب رئيس حكام مسلحة الرصاص، على هذه المداخلة. وهذه دعوة أيضا من الضحى العود لجميع المشاهدين للاستمتاع، الجو حلو وبطولة جميلة تجمع أكثر من 180 رامي، فنتمنى التوفيق للجميع في هذه البطولة. كذي وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من الضحى العود. راح نختم معكم حلقتنا مع لقطات لخالد العجمي اللي كان ضيفنا اليوم، وهو أحد أعضاء سكاي دايف الكويت. الكويت دولة ما تنحني لها، فيها رجال تحبها الكويت الكويت، وإحنا معها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها الكويت الكويت. الكويت دولة ما تنحني لها، فيها رجال تحبها الكويت الكويت، وإحنا معها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها. هنا هنا أصبح المجد هنا، عاد يشدو بالغنى، صوت وغنى لنا I'm